وينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو عبر سكايب الدكتور سمير أيوب، الخبير المتخصص في الشأن الروسي والكاتب والباحث السياسي. أسعد الله أوقاتك دكتور سمير. دعني أبدأ معك من تحركات الرئيس الروسي ما بين جزيرة القرم وما بين ماريوبول. هل هو إعادة ترتيب للبيت الداخلي الروسي وتثبيت العديد من النقاط التي تحتاج إلى تثبيت، أم هو رسائل يتم بثها من خلال هذه الزيارات إلى أطراف عديدة؟ أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني الحقيقة هذا التحرك والزيارات التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لها عدة أبعاد، أبعاد داخلية وأبعاد خارجية. الأبعاد الداخلية أولا تأتي يعني من خلال الذكرى السنوية 9 لإعادة ضم شبه جزيرة القرم الذي جرى باستفتاء شعبي وبنسبته كانت أكثر من 94%. ثانيا يعني هذه الزيارة إلى شبه جزيرة القرم وإلى المناطق الأخرى التي ضمت إلى روسيا تأتي تأكيدا لسكان هذه المناطق بأنهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الوطن الأم روسيا، أيضا بعد أن عادوا نتيجة لاستفتاء بملء إرادتهم. ثانيا أن أمنهم واستقرارهم مرتبط بأمن واستقرار روسيا، وهذه الزيارة أيضا تشجع هؤلاء السكان على الاستمرار وإكمال عملية البناء والأعمار التي بدأوا بها. هذا يؤكد أن هذه المناطق الآن أصبحت جزء لا يتجزأ كما قلت من روسيا، وينطبق عليها كل الحقوق لسكان هذه المناطق كما ينطبق على سكان المناطق الأخرى. يعني مدينة ماريوبول، مدينة دانيسك، مدينة لوغانسك، كل هذه المناطق أصبحت لا تختلف عن موسكو أو سانكت بيتربورغ أو نيجني نوفغورود. لذلك هذه مسألة من أجل رفع معنويات سكان هذه المناطق وإعطائهم الأمل بأن أمنهم واستقرارهم يعني هو هدف أساسي واستراتيجي بالنسبة لروسيا. نعم. يعني خارجيا هذه المبادرة تأتي بعد المذكرة الغير قانونية التي صدرت عن اللجنة الدائرة التمهيدية لمنظمة المحكمة الجنائية الدولية. لاحظنا أن زيارات الرئيس بوتين أتت إلى المدارس، أتت إلى المستشفيات تماماً. لتؤكد اهتمام الدولة الروسية بحياة السكان المدنيين وأنها تعمل على حمايتهم وإجلائهم إذا يعني كان لابد من ذلك، إجلائهم من المناطق المتوترة حيث يتعرضون للقصف والاعتداءات من قبل الجيش الأوكراني والمنظمات الفاشية. أيضا لا ننسى مسألة يعني سقوط المسيرة الأمريكية والتي كانت بالقرب من شبه جزيرة القرم. أيضا هذه الزيارة يمكن أن تكون تأكيدا وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا لا يمكن أن تتهاون بأي محاولات لاستهداف هذه المنطقة أو يعني القيام بأي عمليات تجسس يمكن أن تخدم أوكرانيا والجيش الأوكراني. نعم. دكتور سمير، في هذه النقاط التي أشرت إليها حضرتك وأوضحتها أريد الوقوف قليلا عند أن طبعا الحياة تستمر وخاصة ضمن الحروب والمعارك والدماء، والمناطق التي يزورها اليوم الرئيس الروسي في تأكيد على موضوع الناحية الاجتماعية، الحياة المجتمعية كما أشرت، وأيضا الحالة الاقتصادية وإعادة البنية التحتية والإعمار. هل روسيا اليوم قادرة أن تتخذ هذه الخطوات الفعلية على أرض الواقع في المناطق التي تم ضمها إلى الأراضي السورية والاعتراف بها؟ نعم، بالتأكيد روسيا قادرة على إعادة الحياة والأمان والسلم والإعمار إلى هذه المناطق. كلنا نعلم روسيا تملك مقومات كبيرة من أجل البناء والإعمار، لديها أيضا يعني لديها ما يكفي ماديا وماليا وبشريا من المساعدة والمساهمة في إعادة بناء هذه الأجزاء التي أصبحت جزءا من روسيا. يعني روسيا لا يمكن أن تكترث بالعقوبات التي فرضت عليها. صحيح أنها تؤثر على اقتصادها، تؤثر على موقعها العالمي، لكن داخليا روسيا تملك كل شيء يمكن أن يؤدي إلى إعادة الحياة لهذه المناطق. يعني روسيا وكل السكان الروس بغض النظر عن المساعدات الرسمية التي تأتي من الدولة لهذه المناطق، هناك مساعدات، هناك تبرعات، هناك العديد من الجمعيات الروسية التي يوميا ترسل المساعدات وتساهم في إعادة البناء والأعمار. ونحن نلاحظ أن مدينة ماريوبول التي
كانت أكثر المدينة دمارا في بداية العملية العسكرية، بدأت سياسة الأعمار فيها والبناء، وهناك أبنية كثيرة أعيد ترميمها وأبنية بنيت من جديد. هذا يعطي الأمل لسكان هذه المناطق بأنهم لن يتركوا بعد الآن وحدهم كما واجهوا القوات الأوكرانية منذ العام 2014. لذلك بتقديري هذه مسألة رفع معنويات سكان هذه المناطق، وتؤكد على أن روسيا مستمرة في أهدافها، يعني مستمرة في العملية العسكرية حتى تحقيق كل أهدافها. طيب، بالحديث عن الأهداف، وكانت من أحد أبرز وأهم الأهداف الاستراتيجية طبعا ماريوبول، وقبلها طبعا شبه جزيرة القرم. بالحديث عن الأهداف، موضوع العقوبات التي أشرت إليه دكتور سمير، واليوم يضاف إليه أحكام بمحاكم دولية تتهم الرئيس الروسي بأنه مجرم حرب، هل هي من ضمن أهدافها اليوم لجلوس لطاولة مفاوضات أو تفاهمات أن يكون إلغاء، أم أن هذه الإصدارات اليوم من محاكم دولية بهذه الاعتبارات لرئيس كالرئيس الروسي تعني أو لا تعني روسيا في هذه المرحلة؟ هي من ضمن أهدافها، أم أنه كما أشارت زخروف أنها لا تعنيها هذه الإصدارات وهذه الأحكام؟ يعني أولا، هذه الإصدارات صدرت أولا غير قانونية، ثانيا صدرت عن محكمة جنائية غير متوازنة في قراراتها، وهي منحازة إلى الطرف الأوكراني ومنحازة إلى الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه استمرار لاتهام الرئيس بايدن منذ فترة، عندما قال قبل حتى بدء العملية العسكرية، عندما سئل عن الرئيس بوتين قال أنه قاتل ومجرم. إذن هذه المحاكم يعني هي تتعامل بازدواجية المعايير، والآن هي طرف في هذه الحرب وليست محايد. لذلك بتقديري يعني هذا يعني الهدف الأساسي لقرار لهذه المذكرة هو وقف أي عمليات للتفاوض. يعني هي لا تدعو إلى التفاوض، وإنما عكس ذلك تماما، تشجع الطرف الأوكراني على عدم الوفاق مع روسيا وعدم القبول أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا. هذه تساعد في تأجيج الصراع، وحتى في يمكن أن يكون في امتداده إلى دول أخرى. لذلك يعني نلاحظ أن بعد هذا القرار هناك حديث كثير عن استمرار دعم أوكرانيا بالمعدات الثقيلة، وحديث عن الطائرات. كل ذلك لا يساهم في الجلوس إلى طاولة المفاوضات بقدر ما يساهم في التصعيد واستمرار هذا التوتر بين الدول، ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا، وإنما بين روسيا وحلف الناتو. إذن نحن في هذا العام يعني على أبواب صراع خطير، تصعيد في هذا الصراع ومحاولة تصادم، ولن تكن آخرها المسيرة الأمريكية، لأنه يوميا نسمع عن محاولات أو اعتراض لطائرات في منطقة البلطيق، أي على حدود روسيا الغربية. إذن كل هذه الأوضاع إذا لم يكن هناك مفاوضات لا يمكن أن يعني تؤدي إلى حدوث السلام والاستقرار، وإنما عكس ذلك. لذلك أعتقد كان هدف الولايات المتحدة الأمريكية من قرار هذه المذكرة هو الاستمرار في الحرب وعدم يعني وجود أي نقطة للتوافق، لأن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيدة الوحيد من هذا الصراع. يقال أيضا أن هنالك مستفيد آخر وكان يزور روسيا منذ أيام، وهو الصين دكتور سمير. يعني استفادة الصين، ويقال أنها الدولة الوحيدة تقريبا اليوم التي هي مستفيدة من الحرب في يعني شبكة العلاقات التي أعادت ترتيبها مع العديد من الدول ابتداء من أوروبا إلى الشرق الأوسط. كيف ترى اليوم استفادة الصين من هذه الحرب؟ أنا لا أعتقد أن الصين يمكن أن يعني تستفيد من أي بؤر متوترة أو أي حروب. نعم، هي تحافظ على موقعها، تحافظ على علاقاتها مع مختلف دول العالم، لكن الصين كما نعلم هي ترتكز على الاقتصاد القوي، على الاقتصاد الذي يتطور يوما بعد يوم. هذا الاقتصاد بحاجة إلى استقرار وليس بحاجة إلى حروب، بحاجة إلى إعادة جسور التواصل والعلاقات الجيدة مع مختلف دول العالم بما فيها أوروبا. لذلك الصين يعني يمكن أن يكون لديها مبادرات، وأنا أعتقد أنه يمكن أيضا أن يكون من هدف مذكرة التوقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين هو قرب زيارة الرئيس الزعيم الصيني إلى موسكو لقطع الطريق على أي مبادرة يمكن أن يطرحها وتؤدي إلى التفكير وحتى التفكير في وقف العملية العسكرية الروسية. لذلك الصين يعني حتى الآن تتخذ موقف محايد، وليس لديها أي نوايا يعني عدوانية باتجاه أوكرانيا أو الدول أو الولايات المتحدة
المتحدة الأمريكية عكس ذلك تماما. هذه الأطراف تحاول جر الصين إلى أن تكون إلى أن تقف إلى موقفها وتؤيدها في عقوباتها ضد روسيا. هذا ما لا تريده الصين. الصين موقفها محايد، وكما قلت تحتفظ بعلاقات استراتيجية مهمة مع روسيا، وروسيا تساعدها أيضا بشكل كبير في إيصال إمدادات الطاقة والنفط التي هي بأمس الحاجة إليها. صحيح، وهنالك يعني تفاهمات تجارية على أعلى مستوى وبأرقام كبرى اليوم بين صادرات وواردات الصين وروسيا. بالحديث عن الصين، يبدو أن هنالك ثقة وإيمان من روسيا بأنه يمكن للصين أن تلعب دور. هل الأطراف الأخرى تثق أو يمكن أن تعطي مساحة للصين اليوم بأن تلعب دور في تفاهمات مأمولة أو مقبلة بهذه الأزمة الروسية الأوكرانية؟ يعني بتقديري هنا يمكن أن نفرق الموقف الأوروبي عن الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إعطاء أي دور للصين، وإنما على العكس تريد زيادة الضغوط عليها، وهذه هي الهواجس الصينية. بينما الدول الغربية تتخوف من أي صدام مع الصين، لأنه إذا ما قطعت علاقاتها مع روسيا وتوتر أو وضرب اقتصادها إلى هذا الحد الآن كما هو، أعتقد أن أي توتر مع الصين سيؤدي إلى ضربة قاسية للاقتصاد الأوروبي، وهي الآن تتخوف من أي صدام مع أوروبا. لذلك يعني بتقديري الدول الأوروبية يمكن أن تقبل أي وساطة صينية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية للأسف وهي صاحبة القرار إن كان في أوروبا أو في أوكرانيا لا تريد إعطاء الصين أي دور لها على يعني لحل هذه الأزمة، وخاصة بعد يعني الاتفاق السعودي الإيراني الذي حدث في الصين وأعطى الصين هذه الأهمية وهذه المكانة. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن ترضى بأن تقوم الصين يعني مصادرة دورها أو التغلب عليها في الأدوار، وخاصة هي تحاول إظهار نفسها أي الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها دولة تعمل من أجل السلام وتساعد على اتفاق السلام بين الدول المتخاصمة فيما بينها. طيب، لكن عمليا على أرض الواقع نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة شنت حروب وحاصرت وفرضت عقوبات اقتصادية، وأيديها ملطخة بدماء كل دول العالم وسكان العالم أكثر من أي دولة أخرى. دكتور سمير، يعني بالفصل ما بين الغرب وما بين أمريكا وبتصريحات روسية، قيل أن الأمريكيون ليسوا حمقى، ومع هذا هم ماضون بموضوع العقوبات وبإصدار هذه الأحكام من المحاكم الدولية. هو يعني قطعوا أشواطا بعيدة لا يمكن التراجع عنها، أم هي زيادة ضغط اليوم على روسيا ويمكن التراجع عن موضوع العقوبات وإلغائها أو هذه الأحكام الدولية؟ يعني كل هذه العقوبات قابلة للتراجع يعني كما يقال بكلمة واحدة، إذا ما تم هناك أي توافق بين موسكو وواشنطن. المشكلة كل هذه العقوبات وهذه السياسة الأمريكية تأتي في إطار الصراع الكبير بين الطرفين، أي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن أن يعني نصل إلى أي اتفاق بين هذه الأطراف إذا لم تعيد الولايات المتحدة الأمريكية النظر بسياستها التوسعية سياستها لاحتواء روسيا ومن بعدها احتواء الصين. لذلك ما تطلبه روسيا وما تقوم به من كل المطالب والهواجس هو حق لها، وهذا يعني من أجل استمرار الالتزام بالاتفاقيات السابقة أو العودة إلى الاتفاقيات السابقة. لأنه نلاحظ يعني هذا التوتر صحيح أنه حتى الآن لا يزال تحت السيطرة، ولكن يمكن أن يخرج من السيطرة وأن يؤدي. نعم، أشكرك وأعذرني المقاطعة ولكن انتهى وقتنا. الدكتور سمير أيوب، الخبير المتخصص في الشأن الروسي والكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.